يطرقون باب المستقبل من جديد. وإن كانت المدينة ما تزال تعيش حرب الميليشيا، إلا أنهم يقطعون المسافات إلى هنا لتعويض ما فاتهم من المنهج الدراسي. هذا الصرح العلمي الذي تعرض لهجمات من قبل جماعات الحوثي وصالح شهد معها تعثرا كان من الضروري أن تتوقف العملية التعليمية ويغيب الطلبة عنه. الجامعة توقفت علشان لأنها تحولت إلى ثكنة عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي وعلى عبد الله صالح، وهذا معروف الشيء. عودة جديدة لطلبة الجامعة الأولى في المحافظة الذين تدافعوا من أجل استكمال سير العملية التعليمية، وصارت هذه الكليات تعج بهم في إشارة واضحة إلى توقي المحافظة بالخلاص من الحرب والعودة إلى مزاولة حياتهم الطبيعية. ما إن أعلنت جامعة تعز بدء الدراسة وبدء العملية التعليمية، تدفق الطلاب نحو هذا الصرح التعليمي لمواصلة التعليمهم ومواصلة التعليم الدراسي بعد عامين من التوقف بسبب الحصار وإيقاف الميليشيات واحتلال الميليشيات لجامعة تعز. على الرغم من وقوف الكثير من المعوقات والصعوبات في طريق استعادة تطبيع الحياة في الحرم الجامعي وفي مقدمتها غياب كادر التدريس، إلا أن الأكيد هنا هو عزم رئاسة الجامعة على المضي قدما بتفعيل العملية التعليمية. طبعا في إصرار كبير من الطلاب وأيضا من الكادر التدريسي اللي موجود في تعز لمواصلة الدراسة ومواجهة التحدي. في صعوبات كثيرة من ضمنها نقصان أو قلة المدرسين، خاصة في بعضهم نزح، بعضهم انتقل إلى محافظات أخرى، لكن حاولنا قدر الإمكان أن احنا نغطي. صورة أخرى تلخصها هذه المشاهد بأن تطلعات تعز لدولة مدنية حديثة هو ما يبرز الآن وسط هذا الجيل الذي يسعى لمواصلة التعليم في ظل ظروف الحرب. تمثل عودة هؤلاء الطلاب بوابة جديدة للعبور إلى المستقبل، وإن كان الطريق شائك في ظل استمرار حرب الميليشيا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.